السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده اشوفلكم فرخه حلوه كده وجميله على البوتاجاز في الطاسه بشويه خضار كده سوتيه جميله بطريقه حلوه روعه روعه، ان شاء الله تعجبكم جدا. هعملها معاكم اهي. انا جبت فرخه اهي وقطعتها 4 ارباع، وهحطها هديها صدمه كده في الزيت الاول، ونشوح الخضار مع بعض خطوه بخطوه اهو. اهو يا حبايبي، حطيت الفراخ في الزيت اهو، هديها صدمه ووريها لكم يا حبايب قلبي مع بعض كده خطوه بخطوه. طريقه حلوه وجميله خالص. جبت لها يا حبايبي صدمه اهيت، هطلعها اهيت ونعمل شويه الخضار كده مع بعض. هنزل بمعلقه زبده يا حبايبي اهي، ايه نشوح فيها البصلة والثوم والخضار، ايه علقة الزبدة خفيفة جدا، هي دسمة، وهعمل لكم شوية خضار جميلة. للي عايزة تعمل رجيم هتاخد ربع الفرخة مع معلقتين الخضار الجميل ده، ان شاء الله تبقى خفيفة وجميلة جدا. شوح البصل اهوت يا حبيبي، انزل البصل اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. شيل الدش ده بس خالص، شوح بس البصلة كده بس اديها تشويحة، وانزل بالثوم عشان انا مش عايزة احمرها قوي. البصلية بدأت تصفر يا حبايبي، هنزل بس الثوم اهو اهو، بكل الالوان معاه شوح. بسم الله الله اكبر، ان شاء الله هعملها لكم بطريقه جميله جدا، ان شاء الله لها طعم جميل جدا. شوح الفلفل شويه اهو عشان الريحه بتاعته بقى تطلع كده، وهنزل بالجزر، جزرية كده اهي مقطعاها برضه قطع صغيرة، وحتتين بروكلي اهو. بروكلي بقى ليه قيمة غذائية عالية جدا، وبيعطي من أمراض كتير. اديله تشريحة كده عشان الجزر يتشوح شوية. الخضار يا حبيب قلبي تشويحه مع بعض اهو، وهنزل بطماطمايه مبشوره اهي، وانزل بالبهارات بتاعتي. البهارات معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه كزبره، ومعلقه كركم صغيره، وشويه سكر بسيطه تدي طعم خطير وتعمل على الحموضه، ورشه القرفه دي ملهاش حل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلقه زعتر ومعلقه روزماري اهم يا حبيبي، وهنزل بالملح اهو، معلقه الملح اهي، اديله بقى تشويحه كده، وانزل بقيه الخضار. خفيفه وجميله جدا. هنزل البطاطس اهي والكوسه، وبقى ايه معلقه مشروم كده في الاخر تدي طعم جميل، ويا ريت المشروم يكون مشروم فريش لان ليه قيمه غذائيه عاليه جدا. الله على الريحه الجميله دي. طماطم بقى، الطماطميه بقى تسرد كده ميه، والبطاطس والكوسه اهي، واحط بقى الفرخة عليها اهو يا حبيبي. شوح ثواني كده واحط الفرخة، انزل بالفرخة على طول. شوح وبدأ ينزل الصوص اللي فيه المية اللي فيها اهي، هنزل انزل بالفرخة اهي
وهغطيه واسيبها مع نفسها كده تستوي. اهي بسم الله الرحمن الرحيم، اهي يا حبيبي هغطيها وهوريها لكم خطوه بخطوه ان شاء الله. يا حبايبي قدامكم اهوت الخضار استوى بقى خالص اهوت، والفرخه خلاص اهي، هديها من فوق رشه ملح وفلفل اهي، وقبل ما اطفي النار على طول هنزل بشويه المشروم عليه، اديها بس شويه سخونيه كده مع الفرخه، وهجهز لها الخلطه من فوق، معلقه صلصه وشويه ملح وفلفل ونص معلقه زيت، ويا كاتشب يا صلصه من عندك، من تعملها جاهزه عندك في البيت هعملها واوريها لكم يا حبايب قلبي. معلقه المشروم يا حبايبي اهي، اهي ما شاء الله عليها بقى الريحه الجميله دي، واجيب معلقه الصلصه اهي، الصلصه دي انا عاملاها في البيت، هنزل لكم اللينك بتاعها تحت الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده، ودي اكله بقى من تجهيزات رمضان، اللي بيعمل رجيم بقى والاكلات الحلوه الجميله، وتنفع بقى لو عندك فرخه او اتنين تعمليها في العزومات. وكل سنه وانتم طيبين. اهي معلقه الصلصه، احط عليها رشه الملح بالفلفل ونص معلقه زيت صغيره، والفرخه استوت خالص اهي واتينها، كلها معلقه الزيت وهحطها في الفرن اهي عشان ما تبقاش دسمه، جميله جدا للي عاوز يعمل رجيم، وحاجه كده جميله من كل سنه طيبين بقى تجهيزات رمضان. هاتينها بالفرشه وهحطها الفرن يا حبايبي. ايه يا حبايبي، دهنتها بمعلقه الصلصه اهيت وحطها في الفرن واوريها لكم. بسم الله ما شاء الله، والله الريحه قلب الدنيا، وفيها جميع الخضار اهي قدامكم بخطوه بخطوه، اهي هحطها في الفرن وما تطلع من الفرن اوريها لكم. الفرخه طلعت يا حبايبي اهيت بعد ما استوت، بسم الله ما شاء الله عليها، والخضار بتاعها مستوي جدا اهو، اهو ما شاء الله، وشكلها حلوه وجميله وريحتها ملهاش حل. والبطاطس اهي مستويه خالص اهي، اهي والريحه بتاعتها بقى قلب الدنيا، شكلها حلوه خالص وجميله اهيت. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.